أعزائي المتابعين، أهلا بيكم في كل وقت. يا رب تكونوا دايما في أفضل حال. هنتكلم مع التحديات أو عن التحديات الخاصة بعصور الظلام. يمكن أولها الحدث الخاص عندي هنا بالآمر، تمام، آمر عصور الظلام. تعالوا نشوف مع بعض إزاي نعديه من أول مرة. زي ما احنا شايفين، مبنى التاون جوه المونوليث، حوالي 12 برج مونوليث حواليه. الاكواخ على الجوانب بتاعت المخطط. في عندي في الكورنر ده مبنى قلعة القبيلة، في الكورنر ده المنجنيق والانفيرنو المتعدد، ونفس القصة في الكورنر المناظر. اجي بعد كده عندي هنا المفروض ده اتجاه اللي هنزل منه الجيش، بس قبل ما انزل الجيش هبقى عايز اتخلص من الاركان. هنزل سحر الهياكل على مبنى قلعة القبيلة، بعدين هاجي هنا انزل الانفيرنو، انزل الامر ارضي في الكورنر تماما عشان على قد ما اقدر ما يروحش الاكواخ يمين وشمال. عايزه يركز في النص طبعا مع المنجنيق، هيلر واحده مش هتكفي، فهنزل الاستنساخ. ركز بقى مع المنجنيق يلا، واول ما يقدر يدمر المنجنيق هنزل تعويذه السحب عشان اخده واعمل نفس القصة بس في الكورنر التاني. اجي بقى للكورنر التاني نفس القصة، مش كان الانفيرنو المتعدد ماسك الهيلر، فهضطر انزل استنساخ تاني عشان ضربات المنجنيق. واول ما اخلص على المنجنيق هعمل تعويذة السحب. فالكيري واحدة يمين واحدة شمال عشان اتخلص من الاكواخ دي. كنت انزلها بدري ووسط مكان الامر واقف هنا بيضرب. هبدأ بقى انزل الجيش ومعهم الامر الساحرات طبعا عشان الفالكيري سريعة، فبنزلها في الاخر الاستنساخ، وفعل الامر مع الفالكيري. اول ما يبدا الجلد التلجي، الجنوم التلجي يموت، هيبدا يجمد كل حاجه، فتبدا الفالكير تدمر. طبعا اضطرينا ناخد الاستنساخ التاني هنا، كان المفروض هينفعنا دلوقتي. سيطرة الجيش هيصمد ولا لا؟ لو الفالكير صمدت يبقى كده ان شاء الله تمام. فاضل عندي ثلاثة، فاضل عندي اتنين منوليس هانت. اخر واحد بتنتهي الهجمة مسح. اتمنى تكون الهجمة عجبتكم والفيديو عجبكم. ما تنساش انك تعمل لايك وشير، ولو كنت اول مرة تشرفنا في القناة يا ريت تشترك، وحتى نلتقي في فيديوهات اخرى بإذن الله.